دعيا حوالي ما صار ما يحضر شيء المدائن هون أجينا داشي قل خيط مهنا ويحق الموقع داشي دل خيط وشتا داخنا كوتب خليل قاز خليل أنكر خليل بجن خليل ديت يا قردوج بسم الله الله أكبر أهلا دوج أسحق كل وشو قولا داشي قل خيط مهنا ويحق الموقع المدائن شيء أجينا شيء أجينا مدائن هون شيء الأول هو تني شيء ندوش دول دازو شو يدقوي إخيتي نخلو وشو قولا داشي قل خيط مهنا ويحق الموقع المدائن شيء أتوين بلغة ناقشت الفدر دينينا نين نعط موغي يدو إلا بس الخواتي نق وقوله لعن أباه لعن أمه يعني عمل عملا يلعن به أبواه فيصير كأنه هو الذي لعنهما سيديني لعن نعط موغي يدو إيج سوشاء يرداتز داش يقنهت مدعوق الحانيق منها سوشاء تأيق تأرحة دوزة الأخوة جوال داخل تعسات عم بي تندين هنا عاد الخليل تندين من عاد الجتنان خليل هاي دا شيء من خيط مهد عوا قل أرد تندين إن أنا تام قاعدي عبينا خليل حنا نا خليل إشي قردل دوشتو شمن شيء دين إن أنا نا أوش دوشتو نعات شاعر سمو إزالة أتوبيل دو دوكش تقودو هادوني يمي أدق قلر ويتدعو شفت ويدعادا ويموخ تقنا ويبوها مبع أشقونا شو آلا آلا ما إشقي نقع حداس ناس ما غلق لو إشقي نقع حقي إنش حداس ناس دالير حدا إذا وجا خليق أصحادين نان هل فنعا بقيقيج شيدين نان إشانع بقيقي إنش خوي زالك دالر دوال قوي وي بعده شوي ديش لنا رشد ناخ نعط على خاد دوال وي دالا ناخ نعط على خاد دالر دوال وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يشمع إلى الأليتن إن من أكبر الذنب أن يسب رجل والديه قيل وكيف يسب والديه أقول يا دقة من عشرة أقول يا دقة من هم دعوناتي ولا أختيو شيداء نانا إيش نشتر سيسة ذا مش تعلق فشيداء نانا سيسة مهدي قال حتى لنا قال يا سب أبا رجل خلي يا سب أباه يا سب أمه دير ديرو تلقى كون أختيو تلقيت كون أختيو عدينا نانا هلا إذا خليل أج أت كون أختيو دخا أج شديني نال نعات أجهول بو. تو بالقل ذا قشتر مدو. وهتم نغ نيس قيت بو. ويا حات حلال وين تم نعات أج وديش نال مش نعات أج دوي. لا شيء من ما تعش يقول وش ده كده ده وش دوي. مسألة تم زلوب دين تم تتم دين. هديني نال هلا إذا خليل وأج. قال حق دوتش مثلا تو وين دوخ أجز سدينين أنا مغلين حدينين أنا خليت واج تقع شيء دينين أنا نعت أجاهوي شيء دان أنا عسيس أدين جاهوي ذلك وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال مالك الأنس ذلك كان شاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى عنقبة وكان شديد الاجتهاد عزيز الصدقة فمرض فاشتد مرضه ويجو الزامة عليه الصلاة والسلام تقونه مورحنا ديالي بلقلق لعشاتي أخضح له قش ورز ساعة نشبق له قش ورز قيتر تعتمقر قيتر تنتع لذر حق ليرتن أخا إس لذر جامع ليرتن بعثت إمرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجي في النزع فارته أن علمت بحاله تلهوسن ما يغنون ويجوج عليه الصلاة والسلام شهوسن دي حول خلات يجن ديت يغنز وتوسن ناس آلا إذا قيدا شهدر تخواتن شولي محمد بقى لا شهوسن دي قتع لذر قيت نقر قاعد يرخى صدى لن قرقى أوه نقز تنحلقون خايت يعني الشاي فقال رسول الله لبلال وعلي وسلمان وعمار اذهبوا إلى عقمة فانظروا ما حاله يا إيش نقول لك عليه الصلاة والسلام شيء أصعب
بلا ريقا قرب العلي سلمانية عمالية هاي شيء بي أسحب شغوة حوسيت علقمت حل موضة حوسي لازل قاشت باطن ثم الروجاء حوزي نبايد واتي قادة يشنع عليه سنة صلى الله عليه وسلم الأمر درسان فانطلقوا حتى دخلوا عليه فقالوا له قل لا إله إلا الله ولم ينطق لسانه فلما أيقن أنه حالك بعث بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره عن حاله فما تيجي نواتي خلاص ويا أصحاب سوس من شو وقت العلقة ما توش سوس من وقت تعال ما إيه ليش سين قوس ما بين لح تنقل العلقة ما تعالح الله هو الكتير بس تعالح لا إله إلا الله تعالح إيه ليش تعال وبس علقة ما تا ما تشاكرش ما باتر هنا لا إله إلا الله تعالح يقولوا هاي تاني أج وتعلقة ما لا إله إلا الله تعالح تعم بالقل ما تقدر هنا العلقة ما تخلك خلي بارش هو خلي بالقل ما تقدر وتبيت أن تصحب بلا رواية وإياك وجه عليه الصلاة والسلام وإياك نبي تح وعلقة ما تحل دي تح رواية فقال رسول الله قال له أبوان وتبيت أن وابين وإياك عليه الصلاة والسلام وعلقة ما تحل دي إياك نبيلق بلا لك دعنا بيتم دعنا بي عجان فقيل له أما أبوه قد مات وله أم كبيرة في السنة دام دقيقة لكن وتن هذيلي هتي أنا يتن دين شاش كعيق كل هذي زيلة فقال يا بلال إن ذلك إلى أمي علمت فقها منا في سلام وقل لها إن قدرت على المصير إلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فقري حتى يأتوك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها فقالت نفسي لنفسي الخداع أنا أحق بإبيانه فأردت الأسى فمشت حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيش تنق بلا رواية حد ولا هو أتعلق متناني وجي هو شيقر سلم ما شلع الوطن أحالع أتعلق متناني نفسن هنتقوش يلع ديلي أجوال وجي يا هنتقوش يلع شاش انت حي والبوخ على حتي نقصني حياة نسقوش يا تعز سمدر سوية العز يقلي سوية العز شينا شين تقول اوه كل بلوها على حتي قال له بلا رواية القوى ياشمع عليه الصلاة والسلام اتعلق ما تناني وجه بلا عز ويباي مريم عليه الصلاة والسلام سلم ما اشتغل قاعد الله تنك آلاء ما ايلر هون فقال دار شيء تغطى محمد عليه الصلاة والسلام يقول شيء انت يقول بوخ لك سن عشان انت يا بكش اليازع شاحون توا كل بو بوخ توا بس عالكم اتنان سيئل افتاق شيء ديغ وتقال شن مخي نخليل شان دي حق يقال شن تيا شيء عاص هاي اتا ويقال شو وش يرز ويقال شو وش يرز زاما شاقلن دخلت على رسول الله سلمت عليه ورد عليه السلام فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جو شو اسمه يعني يا شيخ سلام دليلته ويا شيخ عليه الصلاه والسلام سلم دخاء مدياديتهم يا جنا هل خيال وهم خير العلقه متنان فقال فاصدقني ان كذبتني جاءني الوحي من الله تعالى كيف حال كيف كان حال علقه متنان بس يا شنو يا ليش تقعد علقة متنينة أحسن دي سحر قصة هاي كنت خلاتي دي سحشين بعد دي تشاهد دلهم أحسن خاستك دي سح لقي يصير على شو دارشين واحد يدهم ما درت الله دارشين دي تدهم دي سحشين بعد جاي فقالت يا رسول الله كان يصلي كذا وكذا ويصوم كذا وكذا وكان يتصدق بجملة من الدراهم ما يدري كم وزنها وما عددها وتعلقمت اثنين ناس اللي بدأ خديلج الشيء كانت علقمت أقول لك حق الحق لا مشتى شوارهم حق الحق ساعة نشتوا شوارهم ما عرف نشتوا شوارهم لزا ساعة ذاك راح تو دل خلدو شتو دهني دز اللي حد مسكيل إش دز دخو إش الله دير شا تعوت تعوت لهم دقر دل البارمع دقر دخو إش الله دير شا تعوت تعوت أتو دك ساعة نشتوا ما نشتوا لا مشتى شوارهم لزا قال فما حالك وحالك حياتني حال مودر او شيش دوشتو جاجا ومودر يعني
حتى دق إيشنا عليه الصلاة والسلام. فقالت يا رسول الله إني عليه ساحتة واجدة. قال لها ولم ذلك؟ وتعلقمت ديني خت علقمت ناس إيرقتنجا هيدا الشيء زرق تخات مشان محمد بقى لا شيء يخشوا يهجرنا يوم شاتن شو دقبا بنا يوم شاتن يعني. وإيشنا خاترتن فهون يها وتحي يزرق خوش أتم يهجرنا هون يها دقبا بنا هون يها. قالت كان يسرع امرأته ويطيعها في الأشياء ويعصيني. نقت علقمت ناس إيرق شيكات علقمت شيء هو سمنال شيء أحلى استأخرت شو شيء مدعوش شيء عيسوش شيء تسني شو ورد أتبرم الأوضاع نشاء شيء خلي لني شيء خل دولة دنيتن شيء كل كاتي قوتي واج عند واج شيء بقته شيء هو سمني حبي زرد أتبرم دوق عوجي نشاء أتبرم الأوضاع اثنين نشاء دقبام شيء دقش أحوال بلا إشاء إنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخت أمه حجب لسانه عن شهادة أن لا إله إلا الله ويشنى يردق هاي بلال وتعلقمت مت نال يوهدي أربان دوش دار شهادة تلا دوش دار شهادة تأسوج ستي البون وتعلقمت مت أتبلغوا بي ستي الباتحنز. ثم قال لبلال انت لقور واجمع حجبا كثيرا حتى أحرقه بالنار يشنى يردق هاي بلال أحالا ولا تشيخ ديشك شغول بيه شاهق يقصدك كانت علقمت تحت أوخي لشو تلتاني تصرح واقول وشايت إليه. فقالت يا رسول الله ابني وسمت فرادي تحت أوخي النار بين يدي فكيف يحتم من قلبي. وتعلقمت ناس إليه تقديلات تشين عالخا شي ديكستون باقو والغو شي لقي إلالو رباتهم شاموه لورد إزالي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوى ايشنا لله عليه الصلاة والسلام يا أم علقمت فعذاب الله أشد وأبقى فينسولك أن يغفر الله له فرضي عنه. تقوى ايشنا لله عليه الصلاة والسلام هي علقمت نان شاء لك أن يشد تم دجك خليني يشد أيون دجك خليتك يشد أيون نكسن حيال علقي أصيلة وشد الله دارك وتحيطات العلقمة الجشد الحيلع حتن قندي يا اليد إذن. فوالذي نفسي بيده لا تنفع الصلاة ولا السرقة ما دمت عليه ساخطة إيشنا إليد ثم يدق لا مشتنح ثم يدق ما مشتنح ثم يدق سامش تلاحة حتن أهز يعني رمس فازر دار جاقع فلق توقف الميات ولتن دار عجب للرسل إليد. فرعه ورفعت يديها وقالت يا رسول الله أشهد الله في سمائي وأنت يا رسول الله ومن حذرني أني قد رضيت عن حلقمك. وتعلقمت نان شاي شكر سيقنا نشك حلال دي عجل كواف شاي تيح توقف بشو المعمتير هاي عال بش خوبس كواش كواش الله ديلك أتي أشو هاي دا أشياء تيح تخلط بشو محمد أتي أشو أشياء تيسر الدول خيشين قول حامل دستو المصر أجمو المحتوى يتوك بقى لا شيء قندي ريال ما يشيء كانت العلقمة قندي ريال يشيء قسم يشيء إليرتوك. فقال رسول الله إن ترق يا بلال فانظر هل يسدي علقمة أن يقول لا إله إلا الله فلعل أم علقمة تكلمت بما ليس في قلبها حياة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إشنا إليرتا قلب الله الحقوة علقمة وتخسني أبوك أتن لا إله إلا الله قال وتعالى حج العلقمة نان خلقها لك شيح يا أخياتك شيح دمجع دوتك ديج خلاء خلقها كدو أقوى نفس الهقوى متع مع الدقاء قلت انت يا دوش داتع تقول لا إله إلا الله قال وداتهم حج من حال مهدل خلال الوايتب ويجنا عليه الصلاة والسلام علقمة وجه وسمية ولما انت إلى الباب فسمع علقمة يقول لا إله إلا الله. بلال اتعلقم اتوسني خاشدام اتوع بلال المخزي القولة اتعلقم اتساعوش لا اله الا الله الله هو الكبير مواتع الشهادة الثالث هو. فلما دخل قال يا هولا إنا سخص إن عقمت عقب الإنسان عن الشهادة وإن رداها أنت لك فتلق لسانه فمات من يومه. بلال يلفتك اتشوف اتشوف البسوشة سلمان يقيا عيلي بيه وماري أسان بقى لهم علقمت مات لا إله إلا الله تأريد ستينة فقنين يهوز ويرد
نحن نقول شيء نقول ذا الكلير تمام نحن من جري يقون يقين جري على البعض بس لقيا صيلة وشودان موسى شتي يقون أتو وين بالقدر أقصد كده ويدينا لوي ويدي استبع لا مش لوي لوي دينا بيسني شو دينا ما مش قابل وي دهني شدت الساغي هذين ما تدري عادي قيل وي ويلش دام مرجع ولا إله إلا الله إير تغلب بالقدر ودينا ما ويقول بينا لقي أصيل هو شودان إما جاوت إما جوازي إما جاوي قيل دار إما يحصوا قيل حق مرد لقي أصيل هو شودان شيء خاص تبع دينا ما يليق بدل إما توفيق بين المسألة لو بس كندي ويدا راح ويدا من عطية تدو ويدستين شيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله.